اذا هي بنفتح الماتلاب، من الماتلاب حتى نشغل السيريلي راح تكبس الكبسه هاي راح تفتح معك هاي لو فاتح حامل هون. احنا بالسيميلي راح نفتح هلا نبدا فايل جديد. هلا هو نفس الفايل تبع السيميلي السيم باور هذا هو نفس الفايل. كان اخذ سيم لينك وسيم باور وسيم ميكانكس وسيم سكيل كلهم مره راح نحطهم مع بعض. هلا اذا بنيجي نطلع هون هي احنا هلا في هلا كيف نعرف احنا بالسيم لينك هي اشاره اللوجو تبع السيم لينك. هلا اول شيء خلينا نطلع على اللايبرري اذا بعمل هون لايبرري براوزر شايفين هي كلمه سيم لينك والسيم لينك تحتها طبعا في اشياء كثير وبعدين في كمان موديولز او لايبريز بتنضاف عليها. مثلا اذا بتطلع اذا اخذته رح تاخذه مثلا فازي لوجيك في عندي هون فازي لوجيك تول بوكس في كمان مثلا نيورال نتورك تول بوكس اذا بتاخذه ولا بتدرسوه انسترومنت موديل بريدكتيف كنترول سيجنال بروسيسنج مثلا في كمان سيم ايفنتس سيم ايفنتس اللي بعمل سيميليشن لكيوز. احنا اللي بيهمنا بشكل رئيسي هم هدول الاثنين السيم باور سيستمز والسيم سكيب والسيم سكيب بيشمل في داخله سيم الكترونكس سيم هيدروليكس سيم ميكانكس سيم درايف لاين. اوكي ماشي واضح هذا وهذا ميزه السيم سكيب انه بقدر اخلط انا ميكانيكال سيستم والكتريكال سيستم واشبك بينهم يعني ممكن ادخل الكتريسيتي الكتريكال سبلاي او فيربل فولتج على الماتور والتورك اللي طالع من الماتور اشبك مع ميكانيكال سيستم وارد بعدين اعمل قياسات على الميكانيكال سيستم وارجعه، فانه ميزه ممكن اخذ مع هايدروليك سيستمز منهم. اللي بيهمنا اليوم بشكل رئيسي راح نركز عليه هو السيم باور سيستمز، ولاحظوا كمان السيم باور والسيم سكيب بقدر اخلطهم مع السيميلينك اللي كنا شفناه بالاول، يعني اذا برجع هون هي السيميلينك. السيميلينك نفسه كمان في بلوكس وكنا بدينا منها اشياء اذا كانكم مثلا بتتذكروا في الكنترول في ماده الكنترول وحتى في الماشينز في ماده الماشينز بامكاننا نبني اشياء من هون ونبني اشياء وكمان تنشغل. اذا بقدر اخلط ما بين هدول نركز هلا على السيم باور سيستمز. السيم باور سيستمز في عندي مثلا الكتريكال سورسز زي عندي هون اي سي فولتج سورس اي سي كرنت سورس اللي اخذتوه بالهذا اخذتوه بالسيركتس هاي الاشياء بطاريه كرنت كنترول سورس دي سي فولتج سورس كنترول فولتج سورس يعني فولتج سورس بقدر اتحكم فيه بدخل له سيجنال بيقدر يكبر الفولتج او يصغر الفولتج وهكذا وثري فيس سورس. احنا رح نشتغل في البدايه رح نشتغل على ناخذ اي سي فولتج سورس رح نبني هلا دائره بسيطه من الاي سي في البدايه ورح نشوف الاوتبوتس تبعتها. الاشياء الاخرى مثلا موجوده كمان في السيم باور سيستمز في عندي مثلا ميجرمنتس ميجرمنتس ممكن احط مالتي ميتر ممكن احط كرنت ميجرمنت اقيس الكرنت ممكن اقيس الفولتج الفولتج ميجرمنت الكرنت ميجرمنت ممكن كمان عندي ماشينز فبامكاني بعدين اذا بعد ما ابني الباور درايف تبعي الباور الكترونيك سيستم ممكن اشبكه على اندكشن موتور هي سينكرونس ماشين ممكن اشبكه على دي سي ماشين وهكذا بامكاني اشبكه على ماشينز مختلفه واغير البارامترز تبعت هذه الماشينز. ميجرمنتس حكينا عنها ماشينز اليمنتس مثلا ممكن يكون عندي جراوند بدي جراوند مثلا بدي لود مثلا وين اللود؟ هي لود اذا بدي بارلل ار ال سي مثلا اذا بدي سيريز ار ال سي كمان بامكاني احط اللودز المختلفه ريزستر او اندكتر او كاباستر ترانسفورمرز ساتشرال ترانسفورمر الكتريكال سورسز حكينا عنهم هون. اذا خلينا نبدا هلا نبني رح نبني فايل بسيط وراح نشغل بس ناخذ اي سي سيركت ونراقب الكرنت والفولتج اللي بمر فيها حتى نعمل هيك رح ابدا فايل جديد من هون هذا نيو هذا نسميه موديل الفايل اسمه موديل والاكستنشن تبعته دوت ام دي ان فراح ناخذ هون مثلا خلينا نبدا راح ابدا بسورس الكتريكال سورس وراح اخذ اي سي فولتج سورس راح اعمل دراج اند دروب كيف بعمل دراج اند دروب بكبس الماوس بكبس على كبسه الماوس بسحب بعدين بعمل ريليس بدخل معي هذا الاي سي فولتج سورس خلينا نعمل عليه دبل كليك راح الاقي ايش بقدر احدد فيه البيك امبليتيود اذا هون مهم ننتبه نميز بين ايش وايش الار ام اس والبيك تبعت انا ما بدخل ار ام اس بدخل بيك ولما يطلع معي هذا ارسم واشوف على سلسكوب راح يكون البيك تبعه هو 100 فولت مش الار ام اس تبعه بيك 100 فولت الفيز انجل متذكرين الفيز انجل بالفيزرز بدنا نحطه زيرو ممكن بلس 30 ماينس 30 لما كنا امبارح نحكي عن اول امبارح نحكي عن الريكتيفاير
مش كنا نحكي ال R وال R minus T وال R minus S وال R minus S leading لمين؟ ال R by قديش؟ 30 degrees و R minus T lagging R by 30 degrees متذكرين؟ إذا هاي الزاوية هذه نحكي هون لأنه يمكن أمريكا حاطينه 50 هرتز 60 هرتز حاطه 50 هرتز أشياء ثانية ما بتهمني هلا لو بدي أعمل سورس 120 درجة وسورس 0 بغير الزاوية هاي اللي موجودة نعمل اوكي هي صارت هذا فولتج سورس شو رايك نتاكد انه فعلا هذا السورس هو فعلا 100 فولت او خلينا حتى نحط الفولتج هون نغيره لشيء منطقي خلينا نحط 220 او 230 خلينا نقول 220 فولت نحط هون 220 فولت هو 220 عفوا هذا بشكل 220 فولت على اساس ايش لازم ادخل؟ في تضرب بايش؟ بجذر اثنين بجذر اثنين اذا بدي اضرب 220 بجذر اثنين شوفوا قديش بتطلع 320 طيب خلينا نقول 310 نحطهم 310 اذا احنا ليش عملنا 310 ما حطينا 220 حولنا من ار اس لبيك لانه هو راح يوصل البيك اذا احنا بنعرف انه هذا هو ار اس تبعه 220 بس هو البيك تبعه 310 شو رايكم كل اللي راح نعمله هون راح نحط هون هلا فولتج واشوفه على الميكروسكوب حتى نحط فولتج بدي اروح على الميجرمنت والميجرمنت هون راح اخذ فولتج ميجرمنت الفولتج ميجرمنت هون هلا بدي جراوند فبدي اليمنتس راح اجيب من هون جراوند فولتج جراوند كان هي هي جراوند صحيح حط هون جراوند حطه هون لاحظ شايفين المسطر الخفيف اللي ببين وانا بحرك بساعدني انه هدول صاروا بالعالم اوكي هذا دور صار كونكتد حتى اتاكد انه كونكتد حركه شوي لانه مرات بكون مبين انه كونكتد هو مش كونكتد مظبوط هلا بدي ادخل حتى اقيس هذا صار زي فولت ميتر الفولت ميتر شايفين الاطراف تبعته من هون هذا هون عالم السيجنالز هذا عالم الباور حتى احول من عالم الباور لعالم السيجنالز بدي فولتج ميجرمنت يعني هون كانها هاي السيجنال بقدر اوديها على الاوسيلوسكوب بس هون لازم اشبكها اذا هذا وين راح اشبك اطراف الفولت ميتر راح اشبك طرف منه هون خليني ارفع شوي حتى يترتب هذا هين والطرف الثاني راح اشبكه من هون فبكبس كنترول وبعدين الماوس وبعدين بعمل هلا صار الفولتج سورس هذا داخل على هون هلا حتى اشوفه ايش بدي سكوب اللي هو السينك بجيب السكوب نفس السكوب روح وين رجعنا؟ سيمو بقدر احطه هون هذا المفروض لاحظوا نفس الشيء اللي بحركه هون اوكي هلا في ضل عندي شيء ثاني حتى اقدر اعمل رننج للسيمو الطريقه اللي بحل فيها السيم باور في شيء لازم احط اسمه جي يو اي جرافيكال يوزر انترفيس هذا لازم احطه عشان يشتغل مع السيستم فبحطه هون هذا اسمه كونتينوس باور جي واي فبحل المعادلات بشكل كونتينوس ما بيهمناش كثير نتذكر بس انه لازم نحطه عشان هو يحدد طريقه الحل كيف راح يحل السيستم كيف راح تطلع معي راح نعمل 10 ثواني هلا المفروض هيك السيستم جاهز عندي اعمل ران خليني اعمل له سيف راح اعمل له سيف هون راح نسميه هذا هون فولتج سورس بدكم تنتبهوا بصير شوفوا في عندي سبيسز باسماء الموديل فبحط اندرسكور هذا صار اسمه فولتج سورس المفروض هلا اذا عملت ران مش نفس الدكتور بعرفش اذا هي مختلفه انا لاني حاولت اليوم غلبني كمان ما بعرفش اذا هذه هي السبب خلينا نشوف في شيء غريب طيب عشان ما نتغلبش بدي ارجع هذاني كمان نرجع هذا انا هذا اشتغل معي اليوم خليني اتاكد اذا كان اشتغل برجع بظبطه لحد ما الاقي شو المشكله هاي عندي تقريبا نفس الشيء هون
طلعوا شو اللي شايفينه احنا عملنا الان. انا في الفايل الثاني انا راح افرجيكم اياه، ضفت ريزيستر ومررت في ريزيستر كرنت. شو عندي هون هلا صار؟ شو هذا اللود اذا لازم يكون؟ لازم يكون ريزيستر مش هيك؟ ليش ريزيستر؟ انه واضح انه هذا انفيز مع هذا مضبوط، وهذا انفيز مع هذا. طب ليش هذا ارتفاع مختلف عن ارتفاع هذا؟ ما بشكل على بعض. اذا الدائره اللي بنيناها هون هي هاي الدائره. هلا انا اللي ضفته بالاضافه للمره الماضيه ضفت هاي الفولتج هون، هاي الكرنت. اذا بدنا نرجع هلا على الدائره البسيطه اللي كنا نحاول نبنيها قبل شوي، لان مش فاهم ليش ما عملتش رن هناك، راح الزم هاي، راح اخذ هذه اوصلها. هاي الدائرة اللي كنا نحاول نبنيها هلا مضبوط نفسها. وراح اخلي هذا المالتيبلكسر. إذا نحن رجعنا نفس الدائرة، خلينا نطلع على السورس هون، هي هذا 100 هو هذا ل 50. خلينا نعمل هيك. في تشانل مش داخل من الشيء اللي أنا فصلته، هذا التشانل الثاني. إذا لاحظوا 100 فولت اللي دخلناهم. طيب الفريكونسي، هل الفريكونسي صحيحة هون؟ كيف نعرف إن الفريكونسي اللي حطيناها هون صحيحة ولا لا؟ لما يكون بيشتغل بنفس الفيز. لا لا أنا عم بسألك واضح، افهم السؤال، عم بسألك السؤال، عم بسألك إحنا إيش الفريكونسي اللي حطيناها للفولتج؟ 50 هرتز، هل هاي 50 هرتز؟ شوف التايم. كيف؟ يلا احكي لي، اشرح لي كيف. وعلى 50 قديش؟ 2% 2% تمام، كم ملي سكند يعني؟ 20 ملي سكند مش هيك؟ 20 ملي سكند، هي هذه هون 10 ملي سكند، هل هي فعلا 10 ملي سكند؟ 0.01 ملي سكند قديش؟ 10 ملي سكند، هي 10 ملي سكند، إذا هي فعلا 50 هرتز، ماشي واضح؟ يعني لازم أنت دائما لما تعمل شغلة تأكد إنه شغلك مضبوط، وفعلا إحنا الشغل اللي اشتغلناه مضبوط، فعلا حطينا 50، يعني لو إحنا غيرنا هاي هنا هون غيرنا الفريكونسي، بدل ما نحطها 50 حطيناها 100. شو راح يصير 1 على 100 قديش؟ 4. صارت عندها سايكل كامله في خلال قديش الان؟ 3.1 اذا هاي فعلا 100 هرتز مش هيك؟ طيب البيك تبعها قديش؟ 100 100 واحنا شو دخلنا هناك؟ 100 100 اذا الار ام اس هذا تبعه مش 100 قديش الار ام اس تبعه؟ 100 على 100 100 على 100 سكوير روت اوف 2 بعطيني 70. اذا هذا رغم انه البيك تبعه 100 فولت، الار ام اس تبعه قديش؟ 70 فولت، ماشي واضح؟ لو حطيته على ريزيستر او الباور اللي بتطلع من الريزيستر قديش بتكون قيمتها؟ لو حطيته على ريزيستر مقداره 10 اوم قديش الباور راح تعطيني اياها؟ شو شو قانون؟ في تربيع على الار، في سكوير على الار، اي بيس بستعمل هون؟ الار ام اس. اوكي؟ ما حد يروح يستعمل البيك، واضح هاي النقطة؟ إذا بدي أقول في سكوير على الآر بالاي سي ما بستعمل البيك بس بالاي سي، بس هو الاي سي لأنه مشكلته مش دائما بنفس القيمة. هلا إذا البي سي مستمر بطل في فرق بين البيك والآر ام اس مضبوط؟ لكن لو كان عندك اي سي دي سي متغير كمان ايش لازم تستخدم؟ برضه الآر ام اس كقاعدة عامة، كقاعدة عامة لما بتقول إنه الباور في ريزيستر بتساوي في سكوير على الآر أو الباور في ريزيستر بتساوي اي سكوير اي سكوير آر، شو الآي والفي لازم يكون؟ آر ام اس ار ام اس سواء كان اي سي او دي سي. اوكي؟ ار ام اس اللي هو اختصار لايش؟ روت مين سكوير. طيب هلا هاي هيك ممله شوي، بدنا نعملها مور انترستنج، شو بدنا نضيف لها؟ زي ما كنا حاطين قبل شوي. حط ريزيستر. حتى نجيب ريزيستر بدي اروح اجيب اروح على الاليمنت لايبرري. والاليمنت لايبرري من هون بنزل وين الاليمنت؟ Elements والElements رح آخذ أنا أول شيء رح آخذ RLC بعدين أنا رح أشيل منه ال L وال C رح ناخذ ال Series RLC هي لود هذا حطه هون هلا هذا يكبس عليه بقول لك إيش البرانش اللي بدك إياه إحنا بدنا بس R قديش قيمة المقاومة نحطها؟ خلينا نحطها 10 بحيث إنه يصير 100 على 10 10 أمبير فعندي هذه 10 أم وهلا هي بدي ألفها 90 درجة شو بعمل؟ رايت هاند كليك روتيت سيجمال بروبرتيز فورمات والفورمات بعمل روتيت بلوك كلوك وايز او كلوك وايز ما راح ياثر كمان كنا نعمل
الكوبي. اذا هذا رح ناخذه الان رح نشبكه هون. رح اخذ هذا الريزستر اشبكه الان هون. وراح احط الجراوند تحته. راح اشبك الجراوند فيه. وعشان نرتبه ننزل هذا الحين يصير موازي لهان وهذا يصير موازي لهان. نسحب هذا لتحت شوي وراح ابعد هذا شوي لهون. نسحب هذا. طيب انا هذا مش مشبوك هون مضبوط؟ ارفع هذه لفوق بعدين راح اشبك هذه. هلا هدول صاروا مشبوكين، حتى اتاكد انه مشبوك حركه شوي. هي مشبوكه اوكي ماشي واضح؟ هلا انا حابب اعرف الكرنت اللي ماشي في هذا الريزستر، وايش بدي احط؟ ايش لازم اجيب؟ كرنت ميجرمنت. اذا بنرجع هلا على اللايبرري كمان مره ثانيه. وعلى اللايبرري بدي اروح على ميجرمنتس، ومن ميجرمنتس راح اجيب كرنت ميجرمنت. كرنت ميجرمنت راح ادخله هون. راح اخذ الكرنت ميجرمنت. هلا للاسف مضطر اني انا اقطع الخط هذا. اوصله جديد عشان احط الكرنت. الكرنت مختلف عن الفولتج. ليش؟ قياس الكرنت مختلف عن قياس الفولتج. تحطه ان سيريز تماما. لازم افتح الدائره، لازم افتح الدائره حتى اقدر اشبكه. اذا هلا احنا نرفعه شوي بحيث يصير هون من النقطه هاي. هلا بامكاني اخذ نقطه من هون اشبكها هون. هاي شبكت معي. وبعدين هاي النقطه بدي اشبكها هون. لاحظوا الكرنت البوزيتيف بدخل من هون بكمل بدي اسير اتجاه الكرنت. شو صار عندي هلا؟ شايفين هاي زي السهم؟ هاي شو بتعطيني؟ اشاره قراءه. اذا هاي وين بدي اشبكها؟ هذا ايش اللي حاطينه؟ هذا المستطيل الاسود اللي هون ايش اسمه؟ مالتي بلكسر. مالتي بلكسر بدخل السيجنالز الثنتين بدخل بخط واحد، بعدين الاوسيلوسكوب بدخلهم مره ثانيه. عكس المالتي بلكسر اللي هو ايش؟ دي مالتي بلكسر اللي بيعمل العكس، اللي باخذ خط فيه مجموعه سيجنالز بدخلهم بالسرعه. اذا هي احنا جاهزين هلا نتفرج الشيء نشوف شو بصير معنا. المفروض شو تكون العلاقه بين الكرنت والفولتج؟ ان فيز الشيء المفروض يكونوا ان فيز. خلينا نرفع هذه هون. هي واضح انه عندي طبعا الكرنت والفولتج. والسبب طبعا الهاي لان احنا مش مختارين 10 فولت، فصار عندي 100 فولت بي على 10 فولت اعطاني 10 امبير. بس ال 10 امبير هدول بيك ولا ار ام اس؟ بيك. بيك والار ام اس نفس الشيء قديش رح يكون؟ حوالي 7 امبير ار ام اس. ماشي واضح. هلا لو انا بدي اغير هذا وبدي اضيف، بدي اغير هذا اللود وبدي اعمل هذا اللود شيء ثاني، بدي اعمل مثلا ار ال، شو رح يكون الكرنت في الار ال المفروض يكون بالنسبه للفولتج؟ لاجنج. لا مش هيك مضبوط؟ متذكرين لاجنج اي لاي دي ايسمان اذا بدك تتذكرها. فهذا اللود الان انا رح اغيره، بدل ما يكون ار رح اعمله ار ال. هلا بدي اعطيه قيمه الاندكتنس. انا بدي احاول اعمل بحيث تكون الزاويه 45. زاويه 45 كيف راح اعمل بحيث تكون الزاويه 45؟ يعني ايش بده يكون يساوي؟ ايش بده يكون 45؟ ريزيستنس. ار بده يساوي ايش؟ ريزيستنس. شو بده يساوي؟ قيمه الاندكتنس ولا ايش بده يساوي؟ احسنت. اكس سي ايش اسمها؟ اكس سي باللغه رياكتنس. اذا لما رياكتنس يساوي الريزستنس بتكون الزاويه 45، لانه بقول وكانه الرياكتنس تبعت الاندكتر بتساوي، بس الرياكتنس على ايش بتعتمد؟ قديش الرياكتنس تبعت الاندكتر؟ اوميجا ال. اوميجا ال تمام. اوميجا شو بتساوي؟ 2 باي اف. اذا هاي بتساوي 2 باي اف. اذا انا بدي اعمل 2 في باي، قديش اف عندنا؟ 50. عندنا 50. اذا بدي 2 في باي ب 50 في ال شو تساوي؟ 10 10 اوم. مش هيك مضبوط؟ واضحه هاي النقطه؟ احنا عمالنا نقول انه بدي انا اكس ال بتساوي ار عشان تكون الزاويه 45 درجه. زاويه الامبيدنس هاي زد تكون 45 درجه. 45 بتساوي اكس سي على ار مضبوط؟ بدي انا طول اكس سي اكس ال عفوا اكس ال بدها تساوي ار. اكس ال شو بتساوي؟ اوميجا ال مضبوط بتساوي ار. ار بتساوي 10 اوم. ايش وحده اكس ال؟ الاوم. اوم وحده ار؟ اوم. اذا
is a mole. لكن باي شو بتساوي؟ 3.4 2 باي اف مش هيك؟ في ال اف احنا معروف عندنا اللي هي قديش؟ 100 مضبوط؟ اذا صار عندي 2 باي تقريبا 2 في 3.14 6.28 في 100 628 ال تساوي 10 اذا هيك شو بدها تساوي؟ 10 على 628 وايش وحدة ال؟ الهندل احسب لها قديش 10 على 628 ولا بقدر ادخلها هون زي ما هي مش بقدر احط 10 على 628 28 بالضبط بيطلع 15.9 مللي كانه برضيها مش هيك؟ هلا بنشوف اذا بتزبط ولا لا هلا اذا شغلنا مضبوط شو المفروض يطلع مع العلاقه بين الكرنت والفولتج؟ الفولتج ليدنج الكرنت 45 الكرنت ايش؟ لاجنج الفولتج باي هاو ماتش؟ 45 خلينا نشوف اذا شغلنا مضبوط اول شيء خلينا نطلع هل هو لاجنج ولا ليدنج؟ لاجنج طلع طلع عندي لو خلينا نمشي شوي عشان الترانزيت تمر في البدايه وين الزيرو تبعت الفولتج؟ هيها مضبوط يعني هي راح اعمل هون زوم وين الزيرو تبع الفولتج هي مضبوط وين الزيرو تبع الكرنت لا اذا مضبوط لا هي اول شيء قديش لازم يكون لاجي باي هاو ماتش 45 درجه هلا خلينا نطلع احنا ان السايكل كلها قديش احنا غيرنا الفريكونسي كانه لازم 50 100 حطينا مضبوط السهم مضبوط ماشي اوكي 100 اذا حتى تكون 45 شو لازم تكون لازم تكون 0.05 يعني لازم تكون ان سكندز انا عندي 20 ملي سكند بدي اقسم 20 ملي سكند على 4 شو راح تعطيني؟ 20 لا 10 ملي سكند اسف 10 ملي سكند مضبوط راح تعطيني 10 ملي سكند على 4 مضبوط لا 45 360 قديش العلاقه بين 360 على 45 8 ف 8 فعندي 10 ملي سكند على 8 رح تعطيني 1.25 اذا هاي تقريبا لازم تكون المسافه من هون لهون تقريبا 1.25 ملي سكند قديش المسافه كلها من هون لهون 2 ملي سكند مضبوط لانه هاي من 0.05 ل 0.052 اذا هيك او اللي هي بدها تكون تقريبا اذا هاي 180 درجه ربع مش هيك مش هاي 180 درجه مضبوط مش هاي طلع الفولتج ونزل هاي كم درجه 180 نصها 90 نصها 45 اوكي ماشي واضح؟ طيب لو كان هذا اللود ار سي لود ايش لازم يكون عندي؟ العلاقه بين الكرنت والفولتج الفولتج الفولتج لاجنج رح يكون الفولتج لاجنج والكرنت لاجنج مش هيك؟ لاحظوا احنا في شغله عملناها تركنا الترانزيت في البدايه هون في عندي شويه ترانزيت بصير في البدايه انا اهملت الترانزيت اللي بصير في البدايه ها؟ اذا خلينا هلا نطفي هاي راح احول هذا اللود هلا من ار من ار ال ايش بدي احوله؟ ار سي وانا حابب كمان انها تكون 45 درجه حتى تكون 45 درجه ايش لازم يكون عندي مساوي لايش؟ 2 باي اف ايش؟ 1 على 1 على 1 على ايش؟ 1 على اوميجا سي شو لازم يساوي؟ ار اعطيني ماينس مضبوط؟ في ماينس صحيح عشان تكون الزاويه ناقص 45 بس كمان ميتيود واحد على باي واحد على اوميجا سي شو بتساوي؟ واحد اكون فاهمها ايش هي واحد على باي سي؟ اكس سي ايش اكس؟ رياكتنس وليش حطينا سي؟ لانها كباسكت والقانون تبعها واحد على اوميجا سي في هيك الرياكتنس تبع ال ايش كان؟ اوميجا ماشي كل فاهم هاي مش فاهم ارفع ايده ما في مشكله اذا نفس الشيء رح نعمل هون هلا رح نيجي بدال اكس ال راح اقول هون اكس سي بدال اوميجا ال ايش راح اقول؟ واحد على اوميجا سي بدال واحد على 2 باي اف ال راح يصير واحد على 2 باي اف سي مضبوط؟ اذا راح يصير عندي هلا هون 628 سي واحد على 628 28 سي بتساوي 10 اذا سي الان شو بتساوي؟ سي راح تساوي 1 على 6280 مضبوط الكل متفق على هذا طيب شو وحدة سي؟ فارد وممكن نحطها ممكن يعطينا اياها قيمة وممكن احنا نتحايل نحطها هون قيمة فراح نحطها هون ايش راح نحط؟ 1 على
6280 مظبوط. الدكتور ايش كانت محطوطه هاي 1 ماينس اي؟ هذه اللي هي مايكرو فارد كانت محطوطه 1 اي مش هيك؟ ايوه شيء 1 اي ماينس 6. شو يعني هاي 1 اي تو ماينس 6؟ اي 10 يعني 10 للقوه. اذا كانها 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 6 شو يعني 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 6؟ 1 مايكرو فارد. 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 6 مايكرو. 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 3 ملي. 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 9 شو بنسميها؟ نانو. في حد بيعرف 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 12 شو هي؟ بيكو. بيكو احسنت يا ايمن. شكرا. لازم اعطيك نص علامة، كنا نعطيك نص علامة في اخر لانه ايمن شارك معنا كويس. طيب اذا هاي انا هون عشان ما اضطرش احسبها على الاله الحاسبه خلص راح احط اريح حالي راح احط 1 على 6280 تفهم هو شو المقصود. كم بيكو فرد على كم مايكرو فرد هذا راح تكون؟ تطلع اذا نقسمها 1 على 6280 راح تطلع معي 1.6 تايم 10 تو ذا ماينس 4. احنا بنفضل نستعمل 10 تو ذا ماينس 3 عشان تكون كانها ملي فرد، فبتكون كانها 0.16 او 160 مايكرو فرد. بس انا مفيش مشكله بخليها هون. هلا احنا اخترنا هاي لانها بتعطيني زاويه قديش مقدارها؟ 45 درجه. هلا ما عمل رن، هلا بدنا نتاكد اول شيء انه ايش؟ لاحظوا هلا وين الزيرو كروسنج تبع الفولتج؟ هيا. وين الزيرو كروسنج تبع الكرنت؟ هيا. اذا مين ليدنج مين؟ كرنت. لاحظوا هاي كلها 180 درجه، ربعها قديش؟ هي اللي هو 45، 180 ربعها قديش؟ 45 درجه، هاي تقريبا ربع الهاف سايكل، اوكي؟ اذا شغلنا مظبوط. لو غيرنا هلا الريزستر مثلا، خلينا نغير الريزستر والكباستر بحيث انه ننزل الامبيدنس تبعتهم، فراح اقسم ار ب 10 باي 10 وسي باي 10. اذا بدي اقسم ار باي 10 شو راح تصير قيمتها هون؟ واحد. وبدي اقسم كمان سي باي 10. اذا بدي اقسم بدي ايش بدي اعمل بسي؟ واحد على سي، فبدي اضربها في 10. 62 اذا بتصير 1 على 628، لا بالعكس سي لانها تحت. حتى اكس سي يعني حتى اكس تي سي تنزل مقدار 10 بدي ازيد فهذه بتصير عندي القيمه هون راح هلا تنزل ولا هيك راح تزيد؟ لا هيك بتزيد هيك عكسنا احنا لازم اصلا اضيف كمان زيرو مش هيك؟ اه هيك اصلا هيك مضبوط هلا مفروض هلا شو يصير عندي؟ ايش راح يتغير هلا عندي؟ شو اللي غيرته انا؟ اكس سي ضربتها في 10 قسمتها على 10 وار قسمتها على 10 شو راح يصير بزد؟ ايش راح يصير بالامبيدنس؟ راح تنزل ماجنتيود ب 10، اذا شو راح ايش لازم يتغير هلا عندي؟ الماجنتيود الفولت ما تغير انا اذا ما غيرت الشريط كان شو راح يصير بالكرنت؟ ليدنج او حكل شو اللي عملناه؟ ما بشرط يا زلمه شو اللي ضربناه فيه؟ هذا لما قسمته على عملنا شيء غلط في السي بالعكس لا بالعكس شو السؤال؟ لازم هيك. خلينا نتأكد شو شغلنا مظبوط. صحيح. هلا هو صار ب 10 صار اقل لي شو عملنا غلط مش المفروض انه هو يزيد يصير 10 على احنا قللنا بدل المفروض هو احنا عندنا عندنا 10 و10 بصير كانه 14 او 1.4 رح يصير تحديدا 1.4 مش 1 لانه 1 تربيع زائد 1 تربيع تحت الجذر شو بعطيني؟ جذر كثير. واضح المهم انه احنا غيرنا الامبيدنس شو تغير عندي؟ قلت الامبيدنس لكن ضلت هذه ربع، ضلت عندي هذه من هون 45 درجة. طلع عندي الكرنت ليدنج الفولتج باي 45 درجة. ماشي واضحة هذه من هون؟ فهذا مثال بسيط شو بنينا فيه؟ بنينا اي سي سيرفي. ليش ضلت 45؟